التدوين، الصدقات الجيدة والنوم، هدول ثلاث أسرار أو عادات للمحافظة على صحتك النفسية. نعم، التدوين أو فعل الكتابة أو كتابة اليوميات، وقد أثبتت الدراسات أنه التدوين هو سر من أسرار حسن الحالة، لأنه بيساعد بتوازن المشاعر وحتى بخفف من مستويات القلق والكتابة عند الأشخاص اللي عندهم أمراض والأشخاص اللي ما عندها أمراض. مش بس هيك، التدوين بيساعد أيضا على تحسين حدة الذاكرة والتركيز. ثاني سر وهو العلاقات الاجتماعية الجيدة والصداقات الجيدة. كثير من الدراسات، ومنها من أهم وأطول الدراسات بتاريخ الطب، أثبتت أنه العلاقات الجيدة الإنسانية بتحمي الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة. مش بس هيك، الأشخاص اللي عندها نعمة علاقات إنسانية جيدة وسليمة بتكون سعيدة بحياتها لفترة أطول. وأخيراً النوم، نعم النوم، يجب أن تحافظي على نومك، ومش فقط على نومك، على جودة ونوعية نومك، لأن النوم هو السر للشباب وطول العمر، وبحافظ على المناعة وبنية وقوة عقلك وجسمك. ولحتى تحافظي على جودة النوم، تأكدي أنه تبتعدي عن الشاشات وخاصة الموبايل على الأقل ساعة قبل موعد النوم.